صهيل دمخل تاريخ أصيل صهيل جات راث للوطن صهيل نبدي ببرنامج صهيل صهيل ذكرى على طول الزمن الزمن بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أينما كنتم نرحب بكم اليوم الخميس 16 ربيع الثاني 1439 للهجرة، الموافق 4 من يناير 2018، وعبر إذاعتكم إذاعة الشباب التي تصلكم بكل جديد ومتجدد. متمنين لكم أعزائي المستمعين عاما جميلا حافلا بالإنجازات وتحقيق كل الأمنيات، وعلى هذا الوطن الطيب المعطاء تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا فارس عمان الأول حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. نتواصل معكم مستمعينا الأعزاء في هذه الدورة البرامجية الجديدة مع برنامجكم برنامج صهيل، وأول حلقة في هذه الدورة البرامجية التي ستستمر بإذن الله تعالى على مدار 3 أشهر قادمة، حيث سنتعرف من خلال هذا البرنامج برنامجكم برنامج صهيل على العديد من المواضيع المتعلقة برياضة وأنشطة الفروسية وعالم الخيل بشكل عام على المستويين المحلي والعالمي، ونستكمل مسيرة الإبحار معكم في عالم الفروسية على مدار ساعتين من الآن وحتى 7 مساء. حلقتنا اليوم مستمعينا ستكون حول مبادئ تغذية الخيول، وسنتعرف على مجموعة من المحاور الهامة من بينها التعريف بالعوامل التي يطعم بناء عليها الحصان، وكيفية احتساب غذاء الخيل والعليقة السليمة ومكوناتها، وأيضا أنواع التغذية لكل نوع من الخيول حسب النشاط الممارس سواء القدرة والتحمل أو سباق الخيل أو قفز الحواجز، إضافة إلى المكملات الغذائية للخيول وما يجب أن يتجنبه. طبعا القائم على الإشراف على تغذية الخيل عند إطعام الخيل، كل هذا وذاك من خلال استضافة أخصائي تغذية الخيول الأخ حمود بن علي الناصري، وسيكون معنا بإذن الله متواجد في الاستوديو للحديث عن هذه التفاصيل. معكم في الإشراف العام الأستاذة عفراء الإحيائية مديرة إذاعة الشباب، وأجمل التحايا من فريق العمل عبر ناقل الصوت إعدادا وتقديما محدثكم حمود بن سالم الريامي، وفي التغطية الخارجية أحمد بن محمد البلوشي، وفي التنسيق والمتابعة سلمان التمامي ومصممة الرمزيات ماريا الجساسية، ولكم من مخرجنا محمد الشملي كل المحبة والمودة. مستمعينا أرقام تواصلنا معكم عبر حساباتنا في التويتر والإنستغرام @شباب راديو أومان، والرسائل النصية القصيرة 90456، وأيضا على الرقم 24698151. Yeah.
صهيل. الكرام من جديد نرحب بكم في برنامجكم برنامج صهيل، ونتمنى لكم دروب آمنة وسالمة في جميع الطرقات. طبعا اليوم الخميس، ونتمنى أيضا أن تكون إجازة نهاية الأسبوع مكللة بالنجاح والتوفيق، وأيضا يعني هكذا أيضا الانتظار لمباراة يوم الغد مع منتخبنا الوطني وأيضا المنتخب الإماراتي الشقيق في ختام بطولة خليجي 23. أيضا إن شاء الله نتمنى لمنتخبنا الوطني كل التوفيق وكل النجاح في هذا المشوار بعد أن أكمله بكل تفان وأيضا حب في تحقيق الإنجاز لهذا الوطن العزيز. مستمعينا، حلقتنا اليوم من برنامج صهيل هي حلقة سوف تكون عن مبادئ تغذية الخيول، وسنتعرف على مجموعة من المحاور الهامة. طبعا نتعرف أيضا على العوامل التي يطعم بناء عليها الحصان، وكيفية احتساب غذاء الخيل والعليقة السليمة ومكوناتها، وأيضا أنواع التغذية لكل نوع من الخيول حسب النشاط الممارس سواء القدرة وأيضا السباق والقفز، إضافة إلى المكملات الغذائية للخيول وما يجب تجنبه عند إطعام الخيل. نتحدث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو ضيف الحلقة الأخ حمود بن علي الناصري، أخصائي تغذية خيول. أهلا وسهلا فيك أبو المعتصم. أهلا وسهلا فيك أخوي حمود، سعيد بتواجدي معك مساء اليوم ومساء على المستمعين جميعا إن شاء الله. بارك الله فيك، وأيضا نحن نرحب فيك وفي برنامج صهيل الذي الحمد لله يعني يستمر للدورة البرامجية الثانية في هذا الموسم. أتمنى لكم كل توفيق إن شاء الله، إن شاء الله تعالى نقدر نخدم المستمع الكريم بمعلومة طيبة يستفيد منها إن شاء الله تعالى. أكيد أنتوا يعني كأخصائيين تغذية الخيل يعني ربما هو يعني مخلوق يعني يمارس يعني نشاطه من خلال تغذية معينة. نحن نريد نتعرف على الحصان وتركيبته يعني قبل عن ما ندخل في التفاصيل الخاصة بالتغذية تحديدا. نعم، طبعا الحصان من فصيلة الخيليات. نعم. وحيدة المعدة. الجهاز الهضمي هو جهاز بسيط غير مركب. نعم. لا يحتوي على غرف مثل الكرش. في بالنسبة للحيوانات الأخرى. نعم. قدرة الجهاز الهضمي قدرة بسيطة على تحمل كثير من الأكلات اللي تعطى للخيل الدسمة يعني الدسمة، فهنا نعم. يجب يعني أن يكون المربي أو المدرب أو أخصائي التغذية يكون أكثر حرص يراعي يعني التغذية بالفعل. نعم. لابد. نعم. يعني إذا جينا نتعرف على التغذية مثل ما تفضلت أنه يراعي المغذي للخيل، كيف يراعي يعني من خلال استخدام هشم الأساليب؟ يعني طبعا الحصان وجد في الطبيعة. وجد في الطبيعة، ما كان أحد يعلف وما كان أحد يعطي التغذية، ما حد يعتني فيه. نعم. وجد في الطبيعة، كان يأكل العشب. يأخذ من المراعي قدر حاجته. الإنسان طبعا استأنس الخيل بداية الأزمان طبعا لعملية التنقل، وثانيا استخدمت على مدار التاريخ في الحروب وما شابه يعني. فبناء على هذا الانطلاقة والتغييرة اللي حصلت للخيل، إنها انطلعت من الطبيعة إلى
نقول مكان مسكر اللي هو الاسطبل بعد استئناس الاستئناس طبعا لابد أن يقدم لها غذاء يفي بحاجاتها وباحتياجاتها الغذائية. نعم. فالإنسان دخل كثير من الأشياء اللي هي الخيل يعني عليها صعبة. نعم. فبناء على هذا الإدخال لابد أن أيضا يكون يراعي قدرات معدة الحصان أنها تتفاعل مع كل هذه الأشياء. نعم. لابد يعني كحرص لابد يكون الإنسان حريص يعني في 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 التعامل مع الخيل كونها يعني ذات معدة بسيطة. بكل تأكيد. هي نعم. بالعكس هذه أيضا معلومات جميلة ونتعرف عليها ومزيد من المعلومات أيضا أعزائنا المستمعين مع ضيف حلقتنا الأخ حمود بن علي الناصر أخصائي تغذية. لكن نحن نروح إلى فقرتنا المستمرة والدائمة فقرة صهيل وأخبار ومع ضيف طبعا البرنامج صهيل وأخبار. فقرة صهيل وأخبار مستمعي الكرام تأتيكم بشكل مستمر مع ضيفنا الدائم وأيضا المتابع لأخبار الفروسية على المستويين المحلي والدولي الزميل سلطان الحوسني. مساك الله بالخير أخوي سلطان. أخي حمود ولضيفك الكريم الأخ حمود الناصري وأيضا لمستمعينا الكرام على إذاعة الشباب في برنامج صهيل. بارك الله فيك أخوي سلطان وأيضا أنت هكذا اليوم متابع لمجموعة أيضا من الأخبار والأنشطة على المستويين المحلي والعالمي ونتعرف على آخر الأخبار محليا ومن ثم عالميا. نعم بالنسبة إلى الأخبار المحلية أول خبر سيطرت الخيالة وخيالة الحرس في مختلف الفئات في مسابقة أدب الخيل التي أقامها الاتحاد العماني للفروسية في مزرعة الرحبة بولاية بركة وهي أول مسابقة في هذا الموسم. أيضا خبرنا الثاني بداية تنفيذ مشروع بناء اسطبلات لجماعة خيالة جامعة السلطان قابوس بمحطة التجارب الزراعية بالجامعة. الجدير بالذكر أن الخيالة السلطانية قامت بإهداء جامعة السلطان قابوس عدد 10 من الخيول والتي سوف تستفيد منها في مسابقات الجمال وأيضا قد تتعدى إلى ذلك في التجارب العلمية إن شاء الله. أيضا قبل قليل ختام السباق التاسع ضمن سلسلة سباقات نادي السباق السلطاني والذي تضمن 9 أشواط مختلفة في مزرعة الرحبة. بالنسبة طبعا إلى أخبارنا العالمية نبدأها من دول الخليج العربي ومن المملكة العربية السعودية الشقيقة. نحن بانتظار السباق الكبير على كأس الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي والذي تبلغ جائزته مليون دولار أمريكي ومخصص للخير العربية الأصيلة، حيث تم طرح شروط التسجيل في هذا السباق ونتمنى أن تكون هناك دعوة لأبطال من الخيل العمانية في السلطنة. هذا الشوط إن شاء الله سوف ينطلق بتاريخ 24 يناير من عام 2018. وننتقل أيضا إلى الإمارات العربية المتحدة. يوم السبت القادم بتاريخ 6 يناير انطلاق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم للقدرة والتحمل لمسافة 160 كيلومتر والاستعدادات قائمة والكثير من المشاركين من مختلف دول العالم. أيضا ننتقل إلى دورة دولة قطر الشقيقة ومجموع سباقات الداربي. يزيد الحصان يزيد بطل الجينيز القطري يضيف إلى رصيده الديربي أيضا في خزانة مالكه ويهزم الحصان إبراز للمرة الثانية على التوالي. نبارك لمربط أم قرن. أما بالنسبة شوط الديربي القطري المخصص لثلاث سنوات فقد فازت به المهرة إستر ديفاوس لمالكها السيد خليفة شعيل الكواري. أيضا الخبر الرابع من أخبارنا العالمية نجم جودالفين الجواد تليسمانيك ابن ميداليا دور يبدأ تحضيراته لشوط دبي شيما كلاسيك بعد حلوله في المركز الثاني في شوط مزهرية هونغ كونغ للفئة الأولى. أيضا في المملكة المتحدة الجواد ميغالا ذو 17 عام يستعد للمشاركة في الموسم الجديد وهو الجواد الأكبر سنا في السباقات البريطانية.
عادة لا تصل الخيول إلى هذا العمر أو تكون غير قادرة على العطاء، إلا أن هذا الحصان يعني قد فاز في 7 سباقات في السابق. كذلك في المملكة المتحدة تم إيقاف الفارس آدم وج لمدة 21 يوم. عندما نتكلم عن 21 يوم أي يعني 21 سباق من الممكن أن تصل إلى 2 بعد أن غش في سباق القفز في مضمار إكستار، حيث لم يقفز أحد الحواجز منتهكا أحد أهم أساسيات السباق. أيضا في فرنسا نزول إحصائيات السباقات للخيل العربية الأصيلة، حيث حلل فحل عامر كأفضل أب سباق في الخيول العربية، وحلل فحل دورمان كأفضل أب أمهات في سباقات الخيل العربية في فرنسا. وآخر خبرنا من الأخبار العالمية، في تونس تم إقامة سباق للقدرة مسافة 120 كيلومتر، وفاز به الجواد المبدع ابن هجام بزمن 7 ساعات و34 دقيقة. هذه آخر أخبارنا، نتمنى أن نكون قد وضعناكم ووضعنا مستمعين الكرام والعشاق الفروسية في الحدث خلال الأسبوع المنصرم. ما قصرت أخوي سلطان، أخبار جميلة ورائعة وشيقة، وربما يعني الخبر الأبرز والأهم اللي أنا أشوفه أنه هو أيضا قيام شؤون البلاط السلطاني ممثلا من الخيال السلطانية بإهداء المجموعة من الخيول لجامعة السلطان قابوس، وهي أيضا مبادرة طيبة وتحسب أيضا للقيام بعدد من المشاركات وأيضا الاستفادة من هذه الخيول في تجربة الجامعة كأيضا جهة مهتمة من خلال جماعة خيالة الجامعة في جامعة السلطان قابوس. نعم طبعا، جماعة الخيالة في خلال السنوات الماضية والسنة الماضية بالتحديد قامت بالمشاركة في مسابقات الجمال، وحلت يعني حصدت مراكز يعني وقامت بالمنافسة على مراكز كثيرة جدا. ننتظر منها الكثير، وأيضا ننتظر يعني من الأكاديميين في الجامعة مجموعة من الأبحاث العلمية التي تفيدنا نحن كعشاق وكمربي الخيل في سلطنة عمان. نعم نعم أخي سلطان، كل الشكر لك على مجهودك في متابعة مختلف الأخبار الخاصة بالفروسية. لكم جزيل الشكر. We'll be right back.
جديد مستمعينا الكرام، أيضا نتواصل وبرنامج صهيل وحلقة خاصة عن مبادئ تغذية الخيول. أرحب من جديد بضيف الحلقة الأخ حمود بن علي الناصري، أخصائي تغذية خيول. أهلا وسهلا فيك من جديد أخوي حمود. حياك الله أستاذي. الله يبارك. الله يسلمك، بارك الله فيك. يعني الحمد، يعني نحن تكلمنا اليوم عن بدينا التعريف بالخيل وأيضا من خلال تركيبة الجهاز الهضمي. لو نتحدث أيضا عن مكونات الغذاء الخاص بالخيل بشكل عام. طبعا غذاء الخيل مثل ما تكلمنا سابقا أنه الخيل وجدت على الطبيعة، فكان أكلها هو الحشائش والمزروعات اللي تأكلها كأشياء خضراء من الطبيعة. فلما استأنس الإنسان يعني هذا الحيوان الجميل والنافع في نفس الوقت، صار يعوضه بكثير من الأشياء اللي لابد أنها تحتوي على بروتين، لابد أنها تحتوي على ألياف، فيتامينات، معادن وأملاح، دهون، الكربوهيدرات. نعم. وطبعا ما ننسى ايضا انه اهم عامل لابد يكون الماء موجود. نعم. اللي هي طبعا هذه مكملات او مكونات الغذاء. ممتاز. طبعا الغذاء يعني فلسفة اكثر من انه يعني علم، يعني شخصيا اراه. لانه في كل اسطبل ربما تجد يعني افكار مختلفة يعني في تغذية الخيل. كل يرى بمنظوره. في النهاية هي الهدف واحد، لابد أن يكون العناصر الغذائية هذه اللي تكلمنا عنها احنا موجودة. في ناس تأخذ مصدر كربوهيدرات مثلا من الشعير. نعم. في ناس آخرين يأخذوا مصدر الكربوهيدرات يأخذوا مثلا من الشوفان. صحيح. هي في النهاية أفكار، الأول صح والثاني صح، لكن أنت على إيش تعتمد، إيش ارتياحك كمدرب أو كمربي. في النهاية هذا هو الاختلاف. وأيضا يعني يمكن أخوي حمود طبيعة الخيل يمكن هي أحيانا في أكلات معينة هي محببة لها أكثر تتناولها، يعني نعم، عن نوع آخر من الأكلات بنفس الفائدة الغذائية. بالضبط بالضبط. عندك مثلا يعني إذا جينا على سبيل المثال، يعني يعتبر من أفضل المواد اللي ممكن تغذى للخيل هي الشوفان. نعم. الشوفان يعني من خصائصه انه سهل الهضم والامتصاص في نفس الوقت. نعم. ويعطيك او يعطي الحيوان سعرات حراريه يعني عاليه بكل بساطه. بينما يعني على النقيض مثلا حبات الشعير تحتاج الى يعني تحليل اكثر، اما بالطبخ او اما تكون يعني مثلا يسموها الستيمد، أو تكون مجروشة على أساس أنه معدة الحصان مثل ما قلنا إحنا هي معدة بسيطة. يعني لما نقول معدة بسيطة يعني ما فيها تخمر، ما يحصل فيها اللي يحصل مثلا في الجمال، اللي يحصل في الأبقار، اللي يحصل في الأغنام، أنه في تخمر ويساعد الإنزيمات تساعد الغذاء، تساعد المعدة أنها تهضم الغذاء هذا. هذه ما موجودة في الخيل. كل اللي يحصل أنه كربوهيدرات ودهون مباشرة على المعدة ثم إلى الأمعاء. اللي يحصل فرصة أنه ينهضم خير وبركة، واللي ما يحصل ترى إلى خارج الجسم. نعم. فهنا الإشكالية، ربما تحصل أيضا يعني عوارض صحية كثيرة يعني. وكيف نتحدث عن هذه يعني العوارض يعني من خلال إن شاء الله أيضا حلقتنا، ومن خلال أيضا المحاور الجميلة اللي بنتناولها إن شاء الله تعالى وبتفيد المستمعين الكرام. يعني أبو المعتصم أيضا إذا جينا نتحدث عن العوامل التي يطعم بناء عليها الحصان، يعني أكيد هناك في عوامل معينة ويعني أشياء تقوم على تحديد نوع الغذاء، كمية الغذاء وغيره. بالضبط. طبعا يعتبر يعني يعتبر وزن الحصان والجهد المبذول هي أهم عاملين يحسب بناء عليهم حجم الغذاء اللي يأخذها الحصان. نعم. ونوعها. فإحنا مثلا إذا نتكلم مثلا عن خيل سباق، تختلف عن خيل قدرة، تختلف عن الخيل اللي تستخدم لقفز الحواجز أو الخيل للتمرينات العادية أو ركوب الأطفال. نعم. هذه تختلف لأنه بناء على الجهد المبذول. مبذول. نعم. طبعا أيضا تختلف بناء على الحالة، يعني إذا كان مثلا الخيل مثلا في حالة حمل مثلا، هذه لها احتياجات غير، مثلا تحصل كمية البروتين اللي تحتاجها كمية أكبر. صح. إذا كان مثلا في وضع إنها سباقات مثلا تحتاج إلى كمية من الكربوهيدرات
عشان السعرات الحرارية وطبعا الدهون. ما نقلل أيضا من شأن البروتين، لكن احنا نتكلم فقط يعني من باب أول ثاني ثالث. نعم. أيضا إذا كانت مثلا في خيل قدرة وتحمل تحتاج إلى مخزون من الطاقة اللي هي تأخذها في الغالب من الدهون، الأشياء اللي تتخزن في الجسم. حلو. تعطي الخيل مسافة لما تروح مسافات 30-40 كيلو. نعم. تعطيها فرصة أنه الأكل هذا يمدها بالطاقة طول 30-40 كيلو اللي تروحها. نعم. المواليد أيضا للأمهار الصغار أيضا احتياجاتها طبعا بناء على جسمها، يعني من في أي مرحلة. صحيح. من عمر يوم، من عمر شهر، من عمر سنة، طبعا تختلف، يعني تختلف خصوصا بالنسبة للأمهار تختلف البروتينات في الغالب يعني. وأكيد هناك أيضا مكملات غذائية وغيرها، ونحن أيضا بنتناولها من خلال حلقتنا يعني إن شاء الله. أيضا إن شاء الله. يعني في أشياء جميلة ويعني هامة ومفيدة إن شاء الله في هذه الحلقة مستمعينا إن شاء الله، مع طبعا أخصائي التغذية الأخ حمود الناصري. أيضا أخوي أبو المعتصم، كيف يعني أنت أيضا تحدث معنا عن عوامل عامة ووضع عام من خلالها اطعام الخيل، من خلال وزنها ومن خلال ايضا المجهود اللي تقوم فيه. اذا بغينا نعرف وزن الخيل او كيف يعني نحسب وزن الخيل، ايضا احيانا ما متوفر مثلا يعني اجهزة يعني قياس الوزن، ف يعني الطريقة المثلى بشكل عام يعني للقيام بوزن الخيل كيف نعرف؟ والله هو الطريقة الأمثل أن يكون في ميزان، لكن نعم. طبعا لو ما توفر الميزان في طريقة علمية معروفة اللي هي طبعا يأخذ محيط الخيل من منطقة العرف الأعلى إلى منطقة الغرضة في الأسفل، يعني حوالين منطقة الصدر في الخيل. الصدر نعم. ثانيا يأخذ طول الخيل من أقصى الكتف إلى آخر أو أقصى الفخذ. تأخذ العاملين هذا، العامل الأول يضرب في نفسه يربع ويضاف إليه طول الخيل ويقسم على 12,000. في الغالب أنه يعطي بسهولة، هذا يعطيك يعني. هو يعني نحن يمكن دخلنا في 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 مسائل علمية، بس بالعكس بالعكس مسألة بسيطة جميل يعني. لكن نحن إذا كان ممكن تعطينا مثال مثلا، ممكن أنه نضرب بالحسابة أو كذا بكت ورطنا تعالى الهواء. يعني هو نعيد ايضا الطريقة. ايضا ايضا ممكن تؤخذ هي ايضا من الارتفاع. يعني حسبوا بالهاند الانجليز دائما. أيوة. بناء على الهاند ايضا له معادله معينه، لكن هو الاسهل انك تاخذه بالميزان يعني. بالميزان. الغالب الحين الحمد لله كل المربين او في الغالب كل العيادات الان معها ميزان بالبساطه. ثانيا من نظره يعني ما شاء الله ملاك الخيل او مدربين، يعني يقدر الخيل هذه يعني تحتاج. يعني تقديرا كم وزنها. نعم. يعني مثلا الخيل العربية معروفة أحجامها يعني يعني مثلا ما بين 380 إلى 400-420 و50. نعم. الخيل السباق لا شوية تختلف تزيد، السلالات الأخرى طبعا تجي أكثر. إنزين، يعني إذا كان وزن الخيل تقريبا نقول 300 كيلو. نعم. كيف يحسب هذا الغذاء؟ جميل. احنا قلنا طبعا هي تغذى بناء على الجهد اللي تبذله، يعني الموضوع مش وزن فقط، الموضوع كم تبذل من الجهد. طبعا بالنسبة للخيل المهتمين في العالم عملوا لها احتياجات، يعني كتب في الاحتياجات الغذائية للخيل، نفس في مراكز للبحوث اللي تعمل للأطفال للإنسان. سبحان الله، يعني انه الاهتمام بالخيل اهتمام عالي، فصار تحتسب احتياجات الخيل. ففي كل مرحلة من مراحل العمر وبناء على كل جهد تبذل الخيل موجود جداول موجودة. فقط اللي محتاجينه احنا اللي نسويه يعني كنظرة عامة، الخيل تأخذ ما بين 2% من وزنها إلى 3.5% من وزنها. إذا كان الوزن مثلا 500 كيلو تأخذ مثلا الخيل، ليش نقول 1.5% أو 2% أو 2.5% أو 3%؟ هذه بناء على الجهد اللي تبذله. إذا كان هي تبذل جهد عالي، فإحنا نتكلم مثلا عن خيل سباق، نتكلم على الأقل عن 3% من وزنها. فثلاثة في المئة في 500 كيلو يطلع لنا كم؟ 15 كيلو في اليوم. 15 كيلو ممتاز جدا. طبعا بس عشان ما تسبقني، ال 15 كيلو هذه لابد تقسمها على حاجتين. نعم. أيضا بنتعرف على هذه الأشياء ومزيد أيضا من التفاصيل، لكن أعزائي المستمعين بعد هذا الفاصل.
إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صهيل وين علي لا 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 وين علي لا 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 يدك بقوم وفرشان الولام صاحب اليود والموايبي وصاحب اليود والموايبي ناقل بخيل درعي والسهم من تقل من دياري مهلبي ومن تقل من دياري مهلبي يدك بقوم وفرشان الولام صاحب اليود والموايبي وصاحب اليود والموايبي ناقل بخيل ودرعي والسهم من تقل من دياري مهلبي. مستمعي الكرام أهلا وسهلا بكم من جديد مع برنامجكم برنامج صهيل. إن شاء الله تقضوا معنا وقت ممتع وجميل ورائع أيضا من خلال المتابعة المستمرة لبرنامج صهيل ونهاية الأسبوع، وتصلون إن شاء الله إلى مقاصدكم وولاياتكم تحفكم عناية الرحمن. موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن مبادئ تغذية الخيول، وأيضا موضوع شيق وجميل مع أخصائي تغذية الخيول الأخ حمود بلعني الناصري، وأيضا هو حكم دولي في القدرة والتحمل لفئات الثلاث نجمات. وأهلا وسهلا فيك أبو المعتصم معنا. حياك الله أبو ناصر، حياك الله، يعطيك العافية إن شاء الله. أبو المعتصم، أيضا نحن تحدثنا قبل الفاصل عن احتساب الخيل، فقلنا على سبيل المثال إذا كان وزن الخيل تقريبا 500 كيلو. 500 كيلو، نعم. مثلا، نعم، أيوة، فيحتسب مثلا إذا قلنا على الجهد العالي يحتسب 3%، نعم، من وزنها، فثلاثة في كل 100 يعني 3 في 5 يطلع 15 كيلو. نعم. ال 15 كيلو هذه لابد أنها تكون مقسمة على نوعين أساسيين من التغذية. ممكن تكون النوع الأول بس ما ممكن تكون كلها النوع الثاني. تقسم العليقة في الغالب إلى نوعين، اللي هي الحبوب أو الأكلات الجاهزة، والنوع الآخر اللي هو طبعا الأعلاف المالئة اللي هي طبعا الحشائش، البرسيم، شتى الأشياء الخضراء أو اللي أيضا محصولة. هنا طبعا لابد أنها تقسم بنسبة صحيحة. لابد أنها تقسم بنسبة صحيحة. ممكن أنك تعطي الخيل حشائش كاملة كوجبة كاملة لأنها وجدت على الطبيعة، هذا غذائها، لكن ما ممكن تعطيها حبوب كوجبة كاملة. ليش؟ لأنه طبعا تكلمنا احنا في البداية أنه الخيل من الحيوانات وحيدة المعدة. يعني لا توجد فيها الميزات اللي تمكنها أنها تحلل كل المكونات اللي موجودة في الحبوب، فهذا راح تسبب لها إشكالات وعوارض صحية. طبعا الغالب يعني صوت العقل يقول أنه ممكن تصل إلى 50%، نص بالنص، يعني 7.5 كيلو حبوب و 7.5 كيلو حشائش. طبعا أنا شخصيا ما أميل لهذا، يعني نقول أنه دائما الحشائش مفترض أنها تكون هي الغالبة. نعم. على الحبوب، على الحبوب. لكن طبعا لأداء الخيل، طبعا خيل سباق ما ممكن تأكلها حشائش وتروح يعني الدنيا منافسة يعني. صحيح. فلا بد أنك يعني تعطي عليقة يعني حتكون دسمة. دسمة بالفعل. نعم. تعوض كل المكونات، لكن دائما ما ننصح أنها توصل إلى 70%. يعني ما ننصح أنها توصل 70% لأن هذا له مضار. نعم. مضار اللي هي طبعا فيها عوارض صحية كثيرة، مثل المغص، مثل طبعا الغازات، مثل هذه الأشياء يعني. وأيضا ممكن تسبب أمراض أخرى اللي هي التهاب صفائح الحافر، السميات الداخلية وما شابه يعني. نعم، بالتأكيد هي معلومات أيضا قيمة ورائعة. لكن أيضا عشان تكون العليقة الغذائية سليمة، يعني الأشياء اللي تتكون فيها بالضبط، طبعا لابد يكون فيها مثل ما قلنا سابقا اللي هي الكميات الموزونة من الكربوهيدرات، من الدهون، من الألياف، من الفيتامينات، من المعادن،
كميات جيدة من السوائل لابد أيضا أنها تكون مخزنة تخزين سليم. التخزين مهم طبعا، لابد يكون أيضا تاريخ صلاحيتها، يعني لابد تكون فيها صلاحية. أيضا سوء التخزين ممكن يؤدي إلى الطفيليات، ممكن يسبب بكتيريا مثل هذه الأشياء، وهذه الأشياء لها مضار، يعني مضار خطيرة على على الخيل. ممتاز. نعم. أيضا أخوي أبو المعتصم، يعني نتحدث عن المشاكل المرتبطة بالأشياء الخاصة بتغذية الخيل. طبعا يعني ممكن نصنف المشاكل هذه، ما راح نتكلم عن مشاكل صحية، ولكن يعني نقول احنا مشاكل في الممارسة كممارسات خاطئة أو كممارسة، يعني من 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 جهة سواء المربي أو مع الخيل. يعني في الغالب الخيل اللي تكون داخل الاسطبل يعني يكون وضعها طبيعي وسليم، ولكن نحن نتكلم عن الحالات الشاذة اللي ممكن تحصل، انه في عنف يصير وقت الاكل. الخيل عارفة انه والله الساعة 8 الصباح احصل العلف، صار تأخير شوية تحصل الخيل تضرب على الجدران، العض، الرفس، ممكن ايضا شيء من الخيول تاخذ نقول يعني لقمة اكل وتاخذ لفة داخل الاسطبل وتوزع الاكل داخل الاسطبل، هذا من سوء الطباع يعني. ايضا تحصل بعض العوارض الصحيه، يعني الخيل ايضا ربما تكون مصابه تكون الخيل مصابه مثلا ب يسموها الشارب تيث، اللي هي يعني النتوءات اللي تطلع في الاسنان. هذه النتوءات طبعا لابد ان تعالج من قبل الاطباء او المختصين، لابد يقومون بعمليه يعني هو بالانجليزي يسموها الراسبنج او عمليه سحل الاسنان عشان ترجع لوضعها الطبيعي، الاسنان الخلفيه خصوصا. في حالة انها الخيل يعني مصابة بهذا، تحصلها يعني ما تاكل اكل بشكل صحيح، تاخذ الاكل وترميه، يعني كانها تريد توضح لك يعني ان عندي مشكلة، ان عندي مشكلة في الاسنان. وهذه الحالة يعني تأثر على التغذية وعلى يعني اكل الخيل. طبعا لانه الخيل تصير ايش يعني، تصير متأثرة بالسن، يعني ما قادرة تاكل لانه السن طالع يعني. نعم. أيوة. ممكن يسبب ألم ايضا طبعا. و يعني هذه الاشياء طبعا هي يعني تحتاج تركيز من المربي، تحتاج إلى أيضا دقة، إلى متابعة مستمرة. يعني الخيل دائما نقول أنها تحتاج عناية أكثر. نعم. نعم المعتصم. طبعا يعني تصير عشرة يعني ما بين المدرب أو السايس الخيل أو الشخص المهتم بالخيل، يصير عشرة ما بينهم، فيصير يعني يعرف من الحركات، يعني هل الخيل هذه يعني وضعها سليم داخل الاسطبل أو لا. طبعا يشيك كل الأشياء اللي موجودة داخل الاسطبل، يعني أي فارس، أي مدرب، أي سايس لما يجي عند الخيل الصباح لابد أن يشيك، يشوف الماي، هل موجود ماي عند الخيل، هل عزكم الله يعني هل موجود متبقيات روث الخيل موجود داخل، يعني دليل أنه الجهاز الهضمي كان في وضع سليم. صح. هل في روائح داخل يعني داخل الاسطبل؟ طبعا الروائح احيانا تحصل انه الخيل عندها مثلا حصار، يعني ما ايش اسمه ما قدرت تمشي البطن، يعني عمليه البول ما صحيحه. صحيح. فهذه كلها تسبب امراض، تسبب ارتفاع حراره، تسبب يعني عوارض صحيه. الخيل ايضا سبحان الله يعني حيوان ذكي، يعني يوضح لك بشتى السبل انه عنده مشكله صحيه. نعم. لما تشوف الخيل مثلا داخل الاسطبل يعني جلسه تتحرك بشكل دوران أو جلسة تتقلب، فهذا ربما يدل على عوارض يعني مرضية. مرضينا. فلا بد أن يكون أيضا في الحس هذا، لا بد أن يكون موجود. الخيل إذا تتقلب ممكن دليل أنه يكون في مقص، ممكن أيضا يكون لا، لكن أيضا عندك حالات أخرى اللي هي تحصل مثلا الخيل تضرب بالأرجل في الأرض. يعني أو تحفر مثلا، يعني مش أنا ما أتكلم عن الأشياء اللي تحصل عادية يعني حفر بسيط أو كلا. صحيح. لكن الخيل في الغالب إنها تضرب على الأرض تريد تخبرك إنه في ألم أو في حاجة معينة. أيوة. فهذا من الأشياء اللي مفترض إنه وطبعا هذا في الغالب في حس الخيل هذا موجود، يعني ما بين المدرب وخيله يعني لابد. صحيح. لكن أيضا الخيل يعني مثل ما تفضلت هو يبني علاقة طيبة مع المدرب أو مع المالك اللي أيضا يشرف على إطعامه وعلى أيضا العناية فيه. يعني وش أكثر شيء يفرح الخيل يعني وممكن من خلاله الشخص يتقرب منه؟ والله جوائز الخيل معروفة، السكر، الجزر، التفاح.
يعني الجزر والسكر، هذه الأشياء اللي تحسس الخيل بالامتنان يعني. ونشوف دائما يعني صورة لوالدنا المعظم سلطان قابوس الله يحفظه ويعطيه ويمد في الصحة وعافيته إن شاء الله. أمين يا رب. دائما نلاحظ هذه الصورة اللي مد يده الكريمة للخيل وعليها حبتين سكر، فهذه يعني صحيح. يعني خير مثال يعني. بالفعل بالفعل، وأيضا هذه الأشياء تكون مفرحة كجوائز تحفيزية للخيل، ويعني في العادة تعطى لها بعد أيضا بعد القيام بإنجاز أو فوز. طبعا طبعا، السكر واللي يسموها المباركة للخيل، مباركة للخيل هو يعني الربط على منطقة الرقبة في الخيل، في الغالب هذا يعني دليل الشكر والامتنان يعني بالنسبة للخيل. جميل. هاي نعم. أيضا يعني هذه من الأحاسيس الجميلة والرائعة اللي الواحد يعني يمكن يشوفها بس ما يعرف معناها. صحيح صحيح. أكيد أبو المعتصم، يعني هناك أشياء كثيرة وعديدة من المحاور الخاصة بتغذية الخيل، يعني نحاول نحن اليوم إن شاء الله مستمعين الكرام أن نتناولها بكل يعني تفصيل وشمولية إن شاء الله. يعني أبو المعتصم، أمراض الجهاز الهضمي وكيفية اجتنابها نريد نعرفها، يعني كون أن المعدة أيضا غير معقدة لكنها أيضا ربما تصاب ببعض الأمراض. طبعا يعني الخيل تعاني من، أو المدرب خلنا نقول يعاني من عرضين يصيبا الخيل، وهي تعتبر الأشد. نعم. على الإطلاق بالنسبة للمدرب بالنسبة للخيل. نعم. أول عرض اللي هو المغص، والمصطلح اللي يسموه باللغة الإنجليزية اللي هو الكوليك. نعم. الكوليك هو يعني حالة يعني من الارتباك، يعني تصيب الجهاز الهضمي في الخيل، ممكن تكون في المعدة ممكن تكون في الأمعاء. لها مسببات كثيرة، يعني لها مسببات كثيرة، مثلا إعطاء التغذية في وقت غير سليم، مثلا غذيت ومباشرة طلعت خيلك تمرين. نعم. هذه من الأشياء اللي ممكن تسبب يعني مغص. أيضا وجود يعني طفيليات أو وجود أشياء غير سليمة في التغذية ممكن تسبب هذه العوارض. طبعا أيضا الغازات، يعني كثير من الحبوب تسبب غازات، وهذه الأشياء طبعا هي من الأشياء المسببة للمغص. العرض الآخر اللي هو الأشد يعتبر اللي هو مرض التهاب صفيحة حافر الخيل. هذا المرض طبعا يعني مرض خلاص يعني عضال، يعني إذا أصاب الخيل وكان في الحالة المزمنة فيعني يقضي على الخيل تماما، يعني يقضي على حافر الخيل. فطبعا من مسبباته اللي هي التغذية، من مسبباته طبعا سوء التغذية، أنا أتكلم عدم إدارة التغذية بشكل صحيح ممكن تسبب مرض التهاب صفيحة الحافر. نعم. كيف؟ طبعا كمية الكربوهيدرات إذا أعطيت يعني بشكل كبير للخيل بدون ما يكون فيه حرق، بدون ما يكون الخيل تطلع للتمرين. نعم. تمرين متوازن يتلائم مع الكمية التغذية اللي تأخذها، فهذا ممكن يسبب طبعا له هو يعني له شرح مفصل ربما الأخوة الأطباء يعرفوا أكثر منه. صحيح. لو طبعا اللي هو السميات الداخلية تبدأ تتحرك داخل الدم وتصيب صفيحة حافر الخيل بالالتهاب وهلما جرى. نعم. وأيضا هذا الموضوع التهاب الحافر يعني نحن تناولناه مع الدكتور خالد خالدي، وأكيد أيضا هو يتابعنا ونوجه له تحية وبشكل يعني مفصل، وهو دائما في كل لقاءاته اللي واستضافاته كان يؤكد على مسألة أنه طبعا الوقاية خير من العلاج، فكان دائما يتحدث أنه أهمية معرفة المرض قبل حدوثه وأهمية أيضا تجنبه قبل وقوعه. مستمعينا الكرام، أيضا نعرج على بعض الرسائل النصية القصيرة، وأيضا في عندنا أيضا رسالة من الأخ حميد المطاعن يقول: مساء الخير أخوي حمود الريامي، أشكركم على استضافة أخصائي تغذية خيول وحكمنا الدولي حمود الناصري، وأتمنى أن تكون الحلقة ممتعة وثرية بالمعلومات ليستفيد منها مربو الخيل، وأتمنى لشخصك الكريم وبرنامجك الرائع صهيل دوام التوفيق. شكرا أخوي حميد المطاني على هذه
الرسالة الجميلة وأيضا هذا الإثراء الطيب، ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق وأيضا وصول سالم. أيضا عندنا في التويتر رسالة من الأخ سليمان بن سعيد العاصمي يقول بالتوفيق لكم أستاذ حمود أستاذ أحمد، ننتظر طلة برنامجنا الجميل كل خميس صهيل، وتحية لضيف الحلقة حمود الناصري، ولا ننسى طبعا أخونا محمد الشميلي في الإخراج. شكرا أخوي سليمان العاصمي على هذه المتابعة. ومستمعين الكرام، نحن أكيد متواصلين معاكم اليوم في حلقة صهيل، وأيضا حلقة خاصة عن مبادئ تغذية الخيل ومع ضيفنا الأخ حمود بن علي الناصري. وابقوا معنا. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. عشرة أسباب تجعل من بنك ظفار بنكك المفضل. 1. علاقة مبنية على الاحترام وحسن الضيافة. 2. شبكة فروع واسعة. 3. أجهزة صراف آلي وإيداع تعمل بكفاءة عالية. 4. تكنولوجيا متطورة تناسب أسلوب حياتك. 5. خدمات حاصلة على تقدير محلي وعالمي. 6. السرعة في إنجاز المعاملات. 7. خدمات متوفرة لساعات عمل أطول. 8. خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. 9. برامج ولاء ومكافآت. 10. خدمات ومنتجات متميزة للشركات. افتح حسابك اليوم أو قم بزيارة أقرب فرع إليك، أو اتصل على 24-79-1111. بنك ظفار، بنكك المفضل. يا الله هدى، بيتي محتاج أسرع وأقوى إنترنت. خير ثرية، ليش؟ ولدي سعيد دايماً يلعب أونلاين، وبنتي هبة مستوية فلوجر وتنزل ما أعرف كم فيديو في اليوم، وزوجي طول النهار على الإنترنت يتابع الأخبار، وعاد أمي مبدعة في المكالمات مع خالتي يتكلمن طول اليوم. بيتكم دايماً شابك ويبغى له باقة إنترنت قوية من عمان تل تغطي كل احتياجاتكم. هدى معاها حق، احصل على باقة إنترنت منزلي ناسب عائلتك، إنترنت غير محدود بسرعات تصل إلى 200 ميجابت في الثانية، ومكالمات مجانية بين أفراد العائلة ابتداء من 25 ريال فقط. للتفاصيل زوروا عمانتل.om. لخدمتكم بشكل أفضل، شركة عمان للاستثمارات والتمويل OIFC تقدم لكم الآن تطبيق خدمة للهواتف النقالة. يمكن لجميع عملاء ومشتركي شركات توزيع الكهرباء بمحافظات السلطنة كهرباء مجان وكهرباء مزون وكهرباء المناطق الريفية، بالإضافة إلى شركة مسقط لتوزيع الكهرباء دفع فواتير الكهرباء. كما يمكن لجميع المشتركين الدفع من خلال قنوات الشركة الأخرى المتمثلة في الفروع ومنافذ خدمة وآلات دفع الفواتير والموقع الإلكتروني www.oifcoman.com، وكذلك تسديد جميع فواتير المياه لمحافظات السلطنة فواتير الاتصالات لجميع المشغلين بالسلطنة، بالإضافة إلى تعبئة رصيد الهواتف النقالة لعائلاتكم وأصدقائكم. شركة عمان للاستثمارات والتمويل، خدمة، مكان واحد لخدمتكم بشكل أفضل. 2017 كان مليء بالمناسبات السعيدة، شرفتنا ليلى الحفيدة الأولى للعائلة، وسافر خالد للدراسة في بريطانيا. أنا كنت معاهم وسعيد بخدمتهم وإيصال الرسائل والهدايا لهم، لأن صندوقهم البريدي اعتبروني فرد من أفراد العائلة. اشترك أو جدد اشتراك صندوقك البريدي بكل سهولة على www.omanpost.om، أو قم بزيارة أقرب فرع لبريد عمان واستفد من خدمات بريدية مبتكرة. 2017 كان مليء بالمناسبات السعيدة، شرفتنا ليلى الحفيدة الأولى للعائلة، وسافر خالد للدراسة في بريطانيا. أنا كنت معاهم وسعيد بخدمتهم وإيصال الرسائل والهدايا لهم، لأن صندوقهم البريدي اعتبروني فرد من أفراد العائلة. اشترك أو جدد اشتراك صندوقك البريدي بكل سهولة على www.omanpost.om، أو قم بزيارة أقرب فرع لبريد عمان واستفد من خدمات بريدية مبتكرة.
خلونا نجرب هذه الوصفة لتحقيق أهدافك. رشة صغيرة من الحكمة وكمية أكبر من الطموح، كمية بسيطة من التوفير بمبلغ صغير من 100 ريال عماني، وحلي نفسك بمجموعة مكافآت أطيب من الحلوى. هناك جوائز عديدة يمكنك ربحها عند فتحك حساب مندوس للتوفير. لكي تزداد فرصتك بالفوز افتح الحساب اليوم وابدأ بالتوفير. العرض سار حتى ديسمبر 2016. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة hsbc.co.om/mendus. تطبق الشروط والأحكام. صدر من بنك HSBC عمان. تسألني ليش مستشفى مغربي للعيون؟ أنا أقول لك لأن مغربي أكثر من 1,000,000 مراجع وأكثر من 100,000 عملية جراحة سنوياً ب26 فرع من تشرب الشرق الأوسط وبخبرة أكثر من 60 عام. لأن أطباء مغربي مسقط ما هم أطباء عيون بس، ولكن أساتذة جامعات واستشاريين في 10 تخصصات فرعية دقيقة في مجال طب العيون. يا عم مسويين أكثر من 80,000 جراحة وحوالي 30,000 عملية تصحيح بصار ناجحة من يوم ما فتحوا بالسلطنة. أصلاً مغربي أول مقدم رعاية صحية خاص في مجال العيون بالسلطنة من 20 سنة. ويكفي بس أني أقول لك أن مغربي هو المكان الوحيد اللي اعتمدته وزارة الصحة كأول مستشفى متخصص بالعيون والأذن بالسلطنة. لا وبعد مغربي مسوي لك خصومات إلى 70%. اتصل الحين 909-54-909. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صهيل وين علي لا 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 وين علي لا 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 يتكب قوم وفرشان الولام صاحب اليود والموايبي وصاحب اليود والموايبي ناقل بخيل ودرعي والسهم من تقل من ديار مهلبي ومن تقل من ديار مهلبي يتكب قوم وفرشان الولام صاحب اليود والموايبي وصاحب اليود والموايبي ناقل بخيل ودرعي والسهم من تقل من ديار مهلبي. صهيل وميدان. من جديد مستمعي الكرام، نتواصل وبرنامجكم برنامج صهيل وأيضا الفروسية وعالم الخيل والسباقات والأنشطة، متواصلين في هذه الحلقة مع حلقة خاصة عن مبادئ تغذية الخيول، وضيف حلقتنا حمود بن علي الناصري. وأيضا ننتقل مباشرة إلى المنافسة وإلى أيضا التشويق، وهناك في ميدان مزرعة الرحبة مع أخي وزميلي أحمد بن محمد البلوشي. مساك الله بالخير أبو شهاب. الله يا أبو ناصر، حياك الله. ومع تاسع سباقات الخيل في هذا الموسم 2017-2018 الذي طبعا يشرف على تنظيم نادي سباق الخيل السلطاني. صحيح، نعم. بداية أمسي على ضيفك الجميل اللي أنا كنت أتمنى أكون موجود في البرنامج محمود الناصري. يمسيك بالخير الأحوال أبو شاب. الله يمسيك بالخير، حياك الله. الله يسلمك. كيف طبعا تواجدك في البرنامج يثري المستمعين ويثري أيضا المتابعين للحركة في الرياضات الفروسية بشكل عام، وأكيد أن راح تضيف لهم من جانب التغذية ما يستفيدوا منه. تشريف تشريف، الله طول عمرك يبارك فيك إن شاء الله. الله يسلمك. طبعا نحن اليوم في سباقنا التاسع من سلسلة سباقات الخيل في السلطنة واللي يشرف عليه نادي سباق الخيل السلطاني. نعم. 9 أشواط اليوم، يعني كانت رائعة ومنافسات قوية.
راح أعطيكم موجز سريع عن الخيل المشاركة والنتائج اللي تحققت في خلال هذه 9 أشواط. ممتاز. كان الشوط الأول مخصص للفارسات المبتدئات، وهو شوط خصص لأيضا إخراج نخبة من الفارسات في السلطنة، وحصلت الفارسة اللي هي زينب العويسية على الفرس إدراك من الخيالة السلطانية على المركز الأول. أما الشوط الثاني فكان للخيل العربية الأصيلة والمصنفة من 40 إلى الغير مصنف، حملة في المركز الأول بأسف الباسل لداود بن سليمان المحرزي والفارس المتألق دائما أنس السيابي والمدرب حمود بن سيف الرقادي كان على المركز الأول. المركز الثاني حل الحصان اللي هو صوغة لحمد بن حمود البلوشي والفارس سيف بن حمد البلوشي والمدرب كهلان بن محمد البلوشي. أما شوطنا الثالث من هذا المساء كان مخصص للخيل العربية الأصيلة، الإنتاج المحلي في السلطنة، وكان على المركز الأول رماح أيزد لسعود بن حمد الزكواني والفارس عبد العزيز بن فهد البلوشي والمدرب زهير بن سعود الزكواني. والمركز الثاني كان من نصيب مهيب صور لخالد بن محمد الهنائي والفارس أنس السيابي والمدرب كهلان بن محمد البلوشي. المركز الثالث كان من نصيب الجموح لمدرعات سلطان عمان والفارس عامر الراسبي والمدرب عناد البلوشي. الشوط الرابع أيضا أخوي حمود مخصص للخيل العربية الأصيلة والمصنفة من 41 إلى 59، يعني نلاحظ أن الريف يرتفع هنا لريف 59، يعني فئة أعلى وصلنا. وكان الحصان راس تاروكس قدم شوط رائع وشوط جميل لرمزي بن خليفة الفلاحي والفارس عبد العزيز بن فهد البلوشي والمدرب محمد بن عبد الله البلوشي. أما المركز الثاني فكان من نصيب مواهب ليعقوب بن سالم الصبحي والفارس إبراهيم الهنائي والمدرب محمد بن عامر المحروقي. والمركز الثالث كان من نصيب كارون لياسر بن حمود الكندي والفارس شاكر البلوشي والمدرب عيسى بن إسماعيل البلوشي. أما الشوط الخامس خصص للخيل المهجنة الأصيلة، شوط الثربرد كان على المركز الأول هنري بي جوست لحمد بن منصور السليمي والفارس أنس السيابي والمدرب داود بن إبراهيم اللواتية. والمركز الثاني كان من نصيب الأستومر لسويدان بن فرج الراسبي والفارس سيف بن حمد البلوشي والمدرب سامي بن هذيب المعمري. المركز الثالث كان من نصيب رقم اللي هو سيركس من داو لفيصل بن عبد الله المرزوقي والفارس أسعد السيابي والمدرب أحمد بن عبد الله المرزوقي. أما الشوط السادس فكان لخيل الإنتاج المحلي، الخيل العربية الأصيلة، فاز بالمركز الأول الحصان الوسمي لحمزة بن علي الطائي والفارس مؤنس بن سالم السيابي والمدرب محمد بن حمد الحجري. أما المركز الثاني فكان من نصيب أم آي الشامخة لمحمد بن خميس الفارسي والفارس سيف بن حمد البلوشي والمدرب حسين درويش البلوشي. والمركز الثالث كان من نصيب كحيلة آي زد لقيس بن سعود الزكواني والفارس عبد العزيز بن فهد والمدرب زهير الزكواني. الشوط السابع أيضا خصص للخيل المهجنة الأصيلة ثربرد ومخصص لتصنيف 58 إلى الغير مصنف، حل المركز الأول باربل ويند لمالكة ومدرب عبد الله بن سيف المالكي والفارس محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن. أما المركز الثاني فكان من نصيب مبرور لداود بن سويدان المشايخي والفارس عبد الله الصواعي والمدرب خليفة بن حمد الصواعي. والمركز الثالث كان من نصيب جوايدر لعلي بن عبد الله الحسني والفارس شاكر بن علي البلوشي والمدرب سلطان بن علي الحسني، ايضا محللنا الدائم سلطان يستاهل المركز الثالث. يستاهل سلطان، وهذا يعني ايضا تحيه من البرنامج. نعم، الشوط الثامن حل على المركز الاول ايضا للخيل المهجنه الاصيله ثربرد الحصان دبي اكونك لرمزي بن خليفه الفلاحي والفارس عيسى البلوشي والمدرب محمد بن سالم السيابي. والمركز الثاني كان من نصيب آرت ويف لخالد بن محمد خسر الزمان والفارس أنس السيابي والمدرب محمد بن سالم السيابي. والمركز الثالث حل مكريل لعبد العزيز بن راشد الصواعي والفارس مؤنس السيابي والمدرب محمد بن سالم السيابي. في هذا الشوط يعني
تألق المدرب محمد بن سالم السيابي، حل في المركز الأول والثاني والثالث، وهذه عوايده يعني محمد مدرب متألق، وظهر اليوم أو عودة جديدة لمحمد بعد غياب في خلال هذا الموسم، واليوم رجع بأداء جدا ممتاز. الشوط الأخير من هذا المساء كان مخصص للخيل العربية الأصيلة مفتوح التصنيف، كان في المركز الأول باكير ديفلوزي لصاحب السمو سيد طارق بن محمد السعيد والفارس عيسى البلوشي والمدرب سلطان بن محمد الحجري، والمركز الثاني كان من نصيب زقور في فيصل بن علي آل فنة والفارس يحيى الحمداني والمدرب فيصل بن عبد الله السنيدي، أما المركز الثالث فكان من نصيب العنتر منلو لعائشة بنت يوسف البلوشية والفارس محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن والمدرب سلطان بن محمد الحجري، والمركز الرابع كان من نصيب أمجد العزيز للشيخ محمد بن سعود الخليلي والفارس سيف بن حمد البلوشي والمدرب محمد بن سالم الغنيمي. هذا كانت يعني قائمة الثلاثة الأولى الفائزين في أشواط السباق المختلفة، والجدير بالذكر حمود والمستمعين الكرام أن نحن وصلنا إلى النصف الثاني من موسم السباقات، وهذا أيضا يعطي نقطة وهي يعني تنافس المدربين وتنافس الملاك وتنافس الفرسان، كل منهم يريد يحصل على أفضل فارس وأفضل مدرب، أيضا الملاك يعني يصعدوا اللي منهم يسعى ليحقق أفضل مالك خيل في هذا الموسم. ونحن تأكيد. الآن بدأت الملامح تظهر، بدأت ملامح الفرسان، بدأت ملامح المدربين يعني في المنافسة بينهم كأفضل نتائج كأفضل مدربين. يعني إلى الآن ما زال مربط مسقط سيد منذر بن سيف متصدر قائمة أفضل ملاك حتى يعني سباقنا الماضي. أيضا الفرسان هناك أسعد السيابي والمعتصم البلوشي هم يعني في صدارة الفرسان. أيضا من جانب المدربين سعيد بن مطر السعيدي ومحمد بن سالم السيابي أو محمد بن سالم الغنيمي متواجدين إذا ما خانتني الذاكرة في المقدمة، مع وجود أيضا منافسة شديدة من بعض المدربين. نحن إن شاء الله من التغطية القادمة راح نوضح بعض الملامح اللي تظهر لنا من خلال السباق العاشر القادم اللي هو بيكون منتصف سباقاتنا لهذا الموسم. نعم، وأيضا تحية لجميع الملاك وأيضا المدربين والفرسان المشاركين في مختلف الفعاليات وأيضا الأنشطة سواء التي يقيمها نادي سباق الخيل السلطاني أو التي أيضا ينظمها الاتحاد العماني للفروسية. ما بشك لهم جزيل الشكر من طاقم وأيضا الاجتهاد الكبير اللي يظهر ونراه من قبل المدربين والملاك وأيضا الفرسان اللي ياتين يحققوا للأمانة ونتائج محلية ودولية. ومن جانب آخر أيضا نرى صفوة من الفرسان اللي نتفاخر فيهم حمود، واللي أيضا مشاهدة في مضمارنا أن جميع الفرسان هم فرسان عمانيين، وهذا بالتأكيد يعني ما أتى إلا خراج لهذه الجهود المبذولة من أجل يعني تحسين السباقات السلطنة. أكيد أخوي أبو شهاب، وأيضا أنت تواجدك اليوم هي أيضا نقل الصورة الكاملة والواضحة هناك في ميدان مزرعة الرحبة، وأيضا جزيل الشكر لك على أيضا هذه الإيضاح للنتائج والتي تحققت. أيضا أبو شهاب إذا عندك أيضا استفسار، واليوم نحن نستغل وجود معنا أبو المعتصم الأخ حمود الناصري عن تغذية الخيول وهذه الأشياء، وأنت أكيد يعني ما شاء الله مهتم بهذا الجانب كونك أيضا تشارك في السباقات. ما بشك أن حمود أنا من البداية يعني ونحن كبرنامج صهيل كل ما هو يفيد ملاك الخيل والمدربين أن يضيف لنا نحن بالتأكيد، فحمود رجل يعني مختص بالتغذية وأنا يعني ما راح أضيف شيء ولا بقدم بترك الاستفسارات، ولكن اللي أطلبه من أخوي حمود أيضا يركز على كيفية التعامل مع التغذية من حيث الكمية، من حيث أيضا المعاصير التي يحتاجها الخيل، وال يعني بعض الأشياء المهمة مثل أكيد أنه يتفق معي معاصير الدود، معاصير اللي هي ضد الرمل تكلمنا عنها، في أشياء
أيضا عملية حجم التغذية، حجم كمية الأكل. البعض يعطي 4 كيلو 6 و7، يعني أعتقد الخيل يعني لها ميزانية معينة. هذا شيء جدا ممتاز. أيضا فيما يتعلق في بعد السباقات، البعض يؤيد عمل يعني تغذية أو مثلا السقايات، بعض الأشياء أنها ترجع يعني الحصان إلى مستوى طبيعي بعد الإرهاق. هذه الأشياء أيضا نعرفها نحن، هل هي فعلا مهمة أو الحصان ممكن يعني الراحة هي اللي تعيد لحيويته. هذه الأشياء مهمة بالنسبة لنا. أيضا هناك الأمهر الصغيرة، أكيد هم يتعاملوا مع أمهر صغيرة بحكم أنه يعني هو مسؤول تغذية في هذا الجانب. هل المهر الصغير يعني حمود بحاجة فعلا إلى اللي هو يعطوه؟ والله ما تحضرني، ولكن في بعض الإبر تعطى لبعض الأمهر على أساس أن هرمون، عذرا، مع الهرمونات اللي تستخدم للخيل الصغيرة. هل فعلا يعني هذه بحاجة لها الأمهر، أو التغذية المناسبة الحقيقية والتعامل والتوازن مع هذه التغذية كافية؟ ما أعرف، أنا من وجهة نظري أنه ممكن الهرمون إما يكون عكسي أو يكون، لكن أكيد أنه راح نسمع منك شرح في هذا الجانب. أيضا الكالسيوم والأملاح طبيعتها، أهميتها للأمهر هذه، هل يعني تنصح أن المهر ياخذ كالسيوم، ياخذ أملاح بجانب الخلطات المتوفرة معنا في السوق حاليا؟ فهذه معلومات أيضا نحن نتمنى أن يستفيد منها الجميع. وشاكر لك يعني أنت وضيفك أحمد. الله يخليك أبو شهاب، يعني أيضا مداخلتك أكيد مثرية ويعني تفيد الحلقة هذا اليوم. وإن شاء الله الأشياء اللي ذكرتها إن شاء الله بيكون لها إجابة تفصيلية، وبتكون أيضا حاضرة في محاور هذه الحلقة. جزاك الله خير، شكرا لك وحمود الناصري، شرفتنا في صهيل، وبإذن الله نستمتع معاكم في الاجتماع. مشكور أيضا أخوي أحمد بن محمد البلوشي على هذه أيضا الوقفة الخاصة بصهيل وميدان، شكرا جزيلا. يا مكتين الخيل الجيا حمرا وشقرا والدهم، يا مكتين الخيل الجيا حمرا وشقرا والدهم، في سنها بعد الولا مهرني خاطب بالاسم، بعد الولا مهرني خاطب بالاسم.
صهيل بالله منزل القرآن الكريم النحل والفرقد كذاك العاديات لي خصهابي وصف عز مستديم الصافنات الموريات القادحات لناصرات الدين في حرب ضريم يوم المنايا في المعارك حايمات قال الإلهي في كتاب الله الحكيم عدوا رباط الخيل يوم النايبات باير تهب منكم عدو الله اللئيم الخيل المراس يرد الزايفات لين قبلن في الحرب نيران الجحيم وذا جفن شروار ياح العاتيات حافورهن زلزال في ليل عتيم ما همهم ضرب السيوف الصارمات كم جاهد يوم النبل سوت رثيم يتعسفن وسط السهام الماطرات تاريخهن يشهد على عز قديم من دهر عنتر في الزمان مورخات اللي جنك حيله وعزوات الدهيم في المرجلة حاز الفخر والطايلات معتوقة النواصي بالخير المديم لين الحشد والزلزلة والنازعات صهيلهن يشفي المتيم والسقيم عز وجمال بالوصف متكاملات الخيل عزه لا بدا أمر عظيم حرب وسلم حل النوايب والمات يزهل مدالين اجتمل فارس حشيم بعدته واعتاده ناقل الصهوات يزهن على شوف الصرايم في اللقيم وذيك الخطم من صوف دار مقلدات وعلى قلايد فضه من صوغ الحكيم أما الصدر بحلا نقش متلاقيات وخلاخنا تصدح على همب الغريم يتمخترا وسط المداك الغانيات والمعرقة أعلى المديوخ وبريم صنعت وساتيد بغرض ودائرات وعلى مهارات وصباقات الخصيم سروجهن متوثقة لمنافسات وصلوا على منزار زمزم والحطيم شفيعنا يوم المدامع هاملات هذا مثالي وختمت المثل تختيم وصف الصواهل ما تسد القافيات وصف الصواهل ما تسد القافيات مستمعي الكرام وبرنامج صهيل وأرقام تواصلنا 2469811 وأيضا متابعتنا من خلال حسابات البرنامج على تويتر والإنستغرام @شباب راديو أومان وعبر الرسائل النصية القصيرة 90456 وحلقتنا أيضا هي بعنوان مبادئ تغذية الخيل وضيف حلقتنا الأخ حمود بن علي الناصري أخصائي تغذية خيول أهلا وسهلا فيك مجددا أبو المعتصم الله يحييك أخي بن ناصر الله يخليك أيضا نتحدث أبو المعتصم عن الأشياء أيضا اللي متعلقة بالخيل وأيضا التغذيات الأخرى يعني كمصادر غذاء للخيل تكون يعني المصادر الخاصة بغذاء الخيل نتعرف عليها بشكل خاص تكلمنا سابقا حسب ما مشينا في النقاط السابقة أنه مصادر الغذاء هي عبارة عن الحبوب بداية يعني احنا ما نتكلم عن الأشياء المالية لأنه العلاقة المالية هذه معروفة يعني كحشائش وكبرسيم وما شابه يعني الحبوب مثل الشوفان الشعير الفول الفاصوليا الذرة كثير من الأشياء يعني اللي هي الحبوب اللي تستخدم للخيل ما فيها مضار ولكن يعني تظل هل تعطى كحبوب أو إنها يعملها يعني خلط معين أو طريقة معينة مثلا يعني وجد علميا إنه الشعير عشان تستخدمه للخيل إذا أكلت الخيل كذا كحب
يا ما تستفيد منه. نعم. لأنه جهاز الهضمي ما يستطيع أن يكسر حبة الشعير. نعم. فوجد أنه إذا تم غلي تم طهيه يعني اللي هو الشعير، نعم، تزيد عملية الامتصاص بالنسبة للعناصر الغذائية اللي موجودة في الشعير بما نسبته ثلاث أرباع النسبة العادية. نعم. يعني بثلاث أضعاف، أقصد ثلاث أضعاف إذا كان عادي ما يتم طهيه طبخه. فهذه مثلا عندك شيء واحد. نعم. الشيء الثاني اللي هو مثلا الشوفان في الغالب إما أنه يعني يخرص في الماء أو أنه يوغر، أو في ناس كثيرة تكسره هي من طريقة مش نقول طحن لكن قرش. نعم. قرش الحبوب، فهذه تعطيك يعني وسيلة أفضل للامتصاص، الامتصاص والاستفادة يعني يستفاد منها. ممكن أيضا تستخدم كمية أقل يعني عن أي بالضبط يعني بالضبط. لأن الاستفادة تكون أكثر. صحيح، ممتاز. أيضا عندنا اتصال، نأخذ اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي عبد الله البلوشي. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ نورت يا أبو سعيد. نورت. أمسي عليكم بالخير. بالنور والسرور أخي الكريم. ومسي على الأخ حمود الناصري. حياك الله، وهو يسمعك أيضا. الله يمسك بالخير أخوي عبد الله. كيف صحتكم؟ طيبين. الله يبارك فيك. احنا سعيدين جدا بهذا البرنامج الجميل. بارك الله فيك اخوي عبد الله، برنامجكم وحمود الريامي مبدع صراحه، مبدع. الله يخليك، هذا ايضا من ذوقك. ودائما اختيار اشخاص جدا مناسب. الله يسلمك. الله يسلمك اخوي عبد الله. وانا اهدي لقب لحمود الناصري كيبل التغذيه. يستاهل كيبل مرة. جزاك الله خير أخوي عبد الله، احنا نتعلم منكم يا أخي. احنا نتقيد بهم يعني. الله يبارك فيك. الله يخليك. الله يبارك. أنا عندي كذا سؤال حبيت أسأل الأخ حمود الناصري. تفضل يسمعك. سؤالي الأول حمود، احنا كمدربين نعاني كثير بالنسبة للتغذية، واللي هي تواجهنا أكثر شيء في المهور الصغار في بداية التدريب، يعني وصلاً لخيول من الملاك ما مغذينها صح، ما معطينها الخلطات اللي هي يعني ما مستمرة من فطمة من الأم بتغذية صحيحة. فنواجه مشكلة لما نبدأ نعطيها التغذية تبع الخاصة تبع الفلات ريس، نواجه معها مشكلة ما تأكل مثلا البروتينات تكون عالية عليها. نريد نصيحتك في هذا الجانب. نعم. السؤال الثاني، فترات التغذية بالنسبة للخيل الفلات ريش أو القدرة، هل تنصح بثلاث وجبات، هل تنصح بأربع وجبات؟ نعم. السؤال الثالث، احنا الموسم عندنا نبدا التمارين في شهر 8، شهر 8 شويه الوقت ربما يكون حار. نعم. فايش نستخدم من نوعيه البروتينات؟ هل نستخدم البروتين العالي، هل نستخدم البروتين الخفيف، ومتى نبدا نرفع نسبه البروتين في التغذيه؟ نعم، ممتاز. السؤال الرابع، جزيل الشكر. ماشي، السؤال الرابع عندك. مشكور اذا اخوي عبد الله البلوشي، جزاك الله خير ابو سعيد على هذه المداخله الطيبه. شكرا شكرا شكرا. الله يعافيك. ايضا نستقبل مكالمه اخرى. معنا فهد الرجيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حمود كيف حالك؟ حياك الله اخوي فهد. كيف الاهل الاخوان؟ الله يسلمك، بارك الله فيك. مشكور على التواصل المستمر. كيف اخباركم ان شاء الله؟ طيبين. الله يمسك بالخير، بارك الله فيك. الله يسعدك، جزاكم الله خير يا حال. برنامج طيب، نتمنى نكون نشارككم بنشاركونا تفيدون بأشياء طيبة على الرأس. وهذا ما غريب عليكم. بارك الله فيك. أخ حمود، عندي بعض الأسئلة عشان ما أطول عليكم. السؤال الأول، مثل ما تعرف إنه الخيل يعني مثل ما قالنا معدتها صغيرة. نعم. ما هو اللي يعني الصحيح يعني، هل لنا ثلاث وجبات أم وجبتين من الأساسية بالنسبة للأعلاف أقصد؟ نعم. مش عشان الحشائش، بالنسبة للأعلاف كم تنصح يعني، هل يعني تنصح بالتقسيم، ومتى الوقت تقريبا بين كل وجبة ووجبة؟
يعني هل هن وقفتين ثلاث أربع خاصة الأمهار يعني. السؤال الثاني بالنسبة للبروتينات خاصة الأعلاف هذه، هل البروتينات هذه يعني لها تأثير مثلا في الحوافر بشكل أساسي؟ لأنه على حد علمي الحوافر جدا حساس في أمور التغذية، حتى أنا حصل لي عندي حصان أنه تأثر كان يتمرن فتوقف وأعطى العامل بعض الخلطات ما السبق وصار له يعني صار له تأثر حافره، لكن الحمد لله لحقنا عليه. فهل له دور التغذية وإيش تنصح من البروتينات فترة التمرين وفترة الراحة؟ السؤال الثالث بالنسبة للأمهار. الأمهار تعرف أن الأمهار يعني نمو مستمر، فأيضا يعني والعذرني على هذا يعني السؤال، هل تنصح بالحليب اللي هو أو اللي قلت موجود محلات اللي هو كامل الدسم، هل تنصح فيه يعطى مع وجبة العلاف هذا؟ وجزاكم الله خير يعني. الله يخليك برنامج طيب، أتمنى يكون لك يعني تفيدنا وتفيد الجميع يعني. الله يخليك أخوي فهد، مشكور، بارك الله فيك. الله يبارك فيك إن شاء الله. شكرا جزيلا. الله يخليك أخوي فهد رجيبي على هذه الأسئلة الطيبة. بالمعتصم أكيد يعني ما شاء الله مستمعين متشوقين مع كون اليوم يعني سباق وأيضا التركيز هناك بعد انتهاء السباق، لكن أكيد حبايبنا من المستمعين والمتابعين سواء في عالم الروسية أو أيضا المحبين لهذه الرياضة الجميلة. يعني نتعرف على الأسئلة اللي ارتبطت بهذا الجانب، لكن قبل ما نتعرف أيضا بنحب ندخل عن ارتباط التغذية بالنشاط العام. نعم طبعا، يعني قل لي إيش تتغذى أقول لك من أنت. صحيح يعني، ونفس الحال ينطبق على الخيل، فإذا كان الأكل صحي أكيد طبعا الأداء بيكون أداء صحيح. صحيح طبعا، هنا أنا أشدد عليك ثلاثة عوامل مرتبطة مع بعضها اللي هي طبعا التغذية التمرين والعلاج. ممتاز. التغذية بشكل عام يعني يمكن هي أكثر شيء مكلف في موضوع يعني في موضوع أنك تكون معك خيل. أكثر شيء مكلف أنك كيف تغذيها. نعم. حتى يعني وجد علميا أنه أكثر من يعني 65% من كلفة الإنتاج اللي هي عبارة عن كلفة التغذية. فطبعا إذا كان الغذاء سليم فمعناته أنه راح يكون الأداء طبعا زين مع تمرين طيب. نعم. وإذا حصل لا سمح الله يعني حالة مرضية وكذا عولجت بشكل صحيح ما راح يكون عندك إشكالية. صحيح. هي موضوع كيف تدير الخيل من ناحية تدريبها من ناحية أكلها. نعم نزيل، نتعرف على الأسئلة أيضا الخاصة بالأخ عبد الله. طبعا أنا يعني أوجه تحية لأبو شهاب الأخ أحمد البلوشي. نعم. صراحة أثراني يعني بنقاط جميلة، راح إن شاء الله تعالى نطرق لها. خلاص نحن إذن بنشوف النقاط اللي استعرضها في البداية. زين إحنا نناقشها كلها مع بعض. نعم. يعني نأخذها كلها مع بعض إن شاء الله. ممتاز ممتاز. طبعا وأنا أشوف شبه إجماع يعني إنه في سؤال عن الأمهار الصغيرة يعني. صحيح. الأخ عبد الله يعني يقول مثلا إنه المهور الصغيرة لما توصل لمرحلة إنها تبدأ تمرين ما متدربة كيف تأخذ خلطات خاصة مع السباق، خلطات سباق. فهنا الآن يعني يواجهوا إشكالية. طبعا لا يعلى على المدربين ما شاء الله عليهم، يعني إحنا أيضا نتعلم منهم الكثير، كلكم مكملين بعض أكيد، هم محتاجين نصيحتك في هذا الجانب. بارك الله فيك. طبعا بالنسبة للمهور الصغيرة يعني أنا أرى مسألة البروتينات العالية هي طبعا كاحتياج من احتياجات الأمهار الصغيرة. يعني وجد أيضا في الدراسات كلها أنه طبعا في العلم يدرس يعني احتياجات المواليد من عمر يوم إلى أن تصل إلى سن التمرين، وفي الغالب هي ما بين في حدود سنتين سنتين ونص إلى ثلاث سنوات. نعم. فهنا يعني وجد علميا أنه يعني الاحتياجات العالية تكون في البداية وتبدي يعني تزيد لحد ما توصل إلى عمر سنتين أو سنتين ونص، تبدي يبدي نوع من البلوغ، هنا عاد تقل الاحتياجات. طبعا البروتينات معروفة يعني أهمية البروتينات، ليش يعني نمو العضلة. صحيح. العظام يعني كل شيء أصلا معتمد على موضوع البروتينات، لابد يكون في بروتينات مش كمية لكن كجودة، جودة بروتين. صحيح. والبروتينات يعني في الغالب تأخذ من مصادر موثوقة، ما يأخذ أي بروتين،
يعني طبعا القوانين في السلطنة الحمد لله يعني لا تجيز استخدام البروتينات من الأصول الحيوانية في حسب الأنظمة الموجودة، ولكن يعني في كثير من مصادر البروتين اللي موجودة من الحبوب في الغالب اللي تأخذ. كيف ممكن نتغلب على هذه المشكلة؟ طبعا أنا دائما أقول يعني بالنسبة للأمهار الصغيرة يجب أنها تجرب هذه الأنواع من الأكل بدون ضغط. مشكلة الأكلات الحارة أو الخلطات إن صح التعبير أنها كثير تسبب حموضة، فيها كميات عالية من الكربوهيدرات، فيها كميات عالية من الدهون، كلها تسبب يعني أشياء سلبية. لكن طالما الخير رايحة إلى هذا الاتجاه، اتجاه السباق، لابد أنها تمرن على هذه الخلطات وتتعود عليها صح. يعني يعني بتدرج صحيح. ثانيا طبعا تعطى مساحة للأمهار الصغيرة، تعطى مساحة للحركة، لابد أن يكون معها يعني ميادين خاصة، لابد الخيل تتحرك صحيح. المهر هذا إذا ما تحرك كيف يبني عضل؟ لا محتاج تمرين، فلابد أن يكون هذا الشيء متوفر مع الغذاء. نعم. وهذا الغذاء يعني يمكن ربما أيضا هو غذاء يعني فيه أكيد بروتينات وفيه أشياء كثيرة، وهي يعني محتاج أن يفرغ هذه الطاقة اللي من خلال الغذاء. طبعا يفرغه، في نفس الوقت هي تتحول شو مع الحركة دائما. يعني العضلة كيف تنمو؟ العضلة تنمو من وجود غذاء داخلها ومن وجود حركة. نعم. هنا تنمو العضلة إذا الخيل تركض، تتحرك، تمشي، تقضي جزء من وقتها برا في الميادين. طبعا لابد انها بتجي وضعها افضل، طولها بيجي احسن، ارتفاعها بيجي زين صحيح. حافرها بيتصلب اكثر لانه يمشي على الطبيعه، لكن اذا كان مسكر عليها داخل الاسطبل طبعا لا يعني نتائجها سلبيه كثير يعني. وهذا ايضا اخوي حمود يعني من خلاله نقدر يعني نستوضح انه كل ما كانت التغذيه جيده في بدايه نمو الخيل، كل ما كانت بنيتها الجسميه افضل. طبعا طبعا، ولكن ايضا مع الغذاء لابد ان يكون في حركه، في تمرين، لابد يكون في حركه. وانت ايضا تطرقت الى هذا الجانب من البدايه. نعم. وقلت انه يعني نتكلم عن التغذيه والتمرين والعلاج. نعم. ايضا بالنسبه لموضوع فترات التغذيه، فترات التغذيه يعني من النصائح الذهبيه يعني في الانظمه العالميه في تغذيه الخيل، ان يكون اعطي كميات بسيطه وكثر في عدد المرات. نعم. تطعم 3-4 مرات 5 مرات وتعطي كميات بسيطة. بسيطة. لأنه معدة الخيل معدة بسيطة مثل ما تفضل الأخ الرجيبي. صحيح. المعدة معدة بسيطة بالنسبة صحيح. للأعلاف اللي هي اللي نتكلم عن الحبوب أو الخلطات. نعم. فهذه تعطيها كمية بسيطة عشان تعطي فرصة للهضم والامتصاص. نعم. وأيضا يعني لابد أن يكون على الأقل، أنا أقول على الأقل اللي هو عاد اللي ما في يعني ما في جدال، إنه لابد يكون على الأقل في ساعتين ما بين كل وجبة والثانية. أقل من ساعتين راح تسبب يعني ارتباك في الجهاز الهضمي، وراح تسبب ممكن مغص للخيل. نعم. 3-4 مرات هذا وضع سليم، لكن بالنسبة طبعا ممكن اللي هو الشخص اللي يعمل مع الخيل ربما ما متواجد، ربما يلقى إلى مرتين، ما نقول يعني إنه وضع غير سليم، لكن يسبب مشاكل صحية إنه المعدة تظل فاضية مدة 12 ساعة ربما، فهذا قد يسبب يعني كثير من الحموضة مثلا على سبيل المثال. وطبعا نعرف أن الحموضة أيضا تصيب اللي هي خيل السباق، يعني معظم خيل السباق تصاب بالحموضة، والحموضة هي اللي تضيع الأداء للأسف وتسبب قرحة داخل المعدة. فإذا صارت القرحة داخل المعدة صار الإنتاج ضعيف، الخيل ما بتنتج لأنه تعاني من مرض أو من الحموضة اللي تطلع طبعا في المعدة، واللي تسبب مثل ما قلنا اللي هي القرحة. ممتاز. أيضا سؤال عبد الله هنا اللي هو التمارين في يعني بكون إن عندنا في حرارة في شهر 8 لبداية التمارين في ربما يكون في الصيف الوقت يكون حار، يعني فهو يسأل هل نستخدم البروتين العادي الخفيف أو أيضا المرتفع، وكيف يتم التدريج يعني؟ طبعا انا يعني مساله اعطاء بروتينات هذه ربما الاخ عبد الله اتوقع انه يشير الى المكملات الغذائيه. نعم. واللي هي الاشياء اللي تكون فيها كميه البروتين كميه عاليه. نعم. يعني انا ارى انه في هذا الوقت يعني مفترض ان يتجنب المدرب او المربي يتجنب البروتينات
العالية في مثل هذا الوقت، لأنه حرارة الجو تسبب نوع من الاسترس، يعني نوع من الضغط في الجسم نفسه، تلخبط الهرمونات. لخبطة الهرمونات ممكن تسبب أمراض كثيرة، يعني ممكن تسبب من ضمنها ممكن تسبب التهاب حافر. فليش أنا أروح يعني للشيء الصعب باختياري؟ الأفضل أنه المدرب يعني ينتظر لحد ما الجو شوي يبرد وما يكثر في موضوع البروتينات. طبعا أنا أنصح المدرب أيضا أنه أنت كمدرب أو كمربي تستطيع أنك تعرف إذا خيلك يعني عندها كمية بروتين عالية بمجرد دخولك إلى الأسطبل، ما تحتاج أجهزة، ما تحتاج شيء، ادخل داخل الأسطبل، لو شميت ريحة أمونيا اللي هي ريحة قريبة من غاز الطبخ، تحصل أنه عندك يعني الخيل في فضلاتها موجودة اللي هي هذه الريحة يعني. فهذا دليل أنه في كمية بروتين عالية الجسم ما استطاع أنه يتعامل معها فطردها خارج الجسم. وهذه طبعا من الأشياء السلبية، من الأشياء السلبية أن تكون كمية بروتين عالية في علاقة الخيل يعني. الخيل نعم. زين أبو شهاب يسألنا أيضا عن المعاصير الدود وعن المعاصير ضد الرمل وهذه الأشياء اللي توضحها أيضا. نعم، هذه المعاصير طبعا نوع كثير، احنا راح نتكلم عن اللي هي الأشياء اللي تساعد المربي أنه خيله تكون سليمة. يعني ما راح نتكلم عن في هذه النقطة على الأقل عن الأشياء اللي هي الإضافية كطاقة وهذا. في طبعا معاصير اللي هي ضد الديدان. طبعا نعرف انه داخل المعدة تصير يعني تصير وجود ديدان اللي هي يسموها الانترنال باراسايت يعني. وهذه لابد ان يكون فيها كورس يعني، او لابد ان يكون تؤخذ كذا مرة في السنة، ربما مرتين ربما ثلاث. وهذه انواع ويفضل دائما انها يعني تؤخذ على فترات يعني ثابته. نعم. والتنويع في انواعها نفسها يعني، مثلا اذا اعطينا النوع الف في شهر واحد نعطي في شهر ستة، او في شهر خمسة نعطي نوع ثاني، على اساس انه ايضا الطفيليات الداخليه هذه ما تتعود على نوع الدواء نفسه. صحيح. شو اسمه، طبعا قبلها لابد ان يوقف الاكل، ومن بعد ما تعطى المعصار هذا لابد انها تظل يعني فتره ايضا كنوع من يعني الصيام، انه ياخذ الدواء، ياخذ مفعوله داخل. نعم. داخل المعده. يمكن المستمع بعض المستمعين يعني يسمعوا كلمه معاصير او معصار في مفرد يمكن ما يعرفوا معناها، لو توضحها بس في جزئية. والله هذه اللي هي عباره عن نوع من انواع يعني اما غذاء او نوع من انواع الدواء تعطى بالفم. بالفم يعني مثل ضغاطه، مثل يعني ايش اقول لك، مثل الابره بس بدون. نعم. بدون ابره طبعا يعني. نعم. تعطى عن طريق الفم هذه. الفم. هي نعم. واضح. اذا ايضا هو يتكلم ابو شهاب او يريد يستوضح ايضا بعد السباق، يعني هل يتم مثلا اطعام الخيل مباشره او تنتظر انها ترتاح، او انه انواع الاكل ايضا اللي تعطى بعد السباق؟ طبعا هو شوف يعني بعد التمرين، بعد التمرين الحاد او بعد السباق ما ينصح دائما بأن يقدم غذاء يعني عالي الطاقة للخيل، لأنه هذا يسبب إشكاليات صحية. الأفضل دائما الانتظار لحد ما تهدأ يعني الجهاز الهضمي يهدأ من الحركة، وبعدها بفترة، وأيضا موضوع التعرق يظل يعني ينزل شوية. ممكن يعني بعد التمرين الحاد أو بعد السباق ممكن تعطى بعض الأملاح التعويضية اللي هي موجودة إما على شكل يعني بودر أو على شكل معاصير. هذه تعوض كثير من الأملاح اللي فقدت يعني في أثناء التمرين أو أثناء السباق، وتعطي أيضا نتيجة أفضل في الأداء القادم يعني. نعم. أيضا بس ما تكلمنا عن موضوع اللي هو الأشياء اللي تعطى ضد الرمل. نعم. طبعا يعني الخيل كونها موجودة في ميادين، ومعظم الناس تحط الخيل مثلا في منطقة فيها على رمل يعني كفرشها داخل اسطبلها، وكثير من الناس الحين يستخدموا أشياء حديثة مثل نشارة الخشب والأشياء الأخرى، لكن طبعا هذه اللي هي مضادات الرمل هذه مهمة يعني. أنا أراها إن على الأقل تعطى خصوصا للخيل اللي موجودة في مثل هذه البيئة أو في ميادين، أو إنها تاكل من الأرض، ما في المعلف مالها ما مرفوع عن الأرض. لابد إن يكون تعطى مثل هذه الأشياء، لأنه هذه تساعد إنها تتخلص من كمية الرمل اللي موجودة. ممتاز. في نوع من أنواع المغص مربوط بالرمل، علميا يسموه الساند كوليك، اللي هو عبارة عن تواجد الرمل في الجهاز الهضمي. وطبعا الرمل طبعا من مساوئه لما يكون موجود في المعدة وما يكون موجود في الأمعاء مع حركة الخيل يعني. صح.
صحيح. في السباق تحصل أنه يصيب المعدة بجروح، لأنه دائما يعني حجم وزنه داخل المعدة أثقل من الماء اللي موجود. صحيح. فتحصل أنه ماسك في الجزء السفلي ومع الخيل رايح راد. نعم. فيسبب جروح، يسبب اللي هو طبعا لسبب القرحة. القرحة مستقبلة. والقرحة في الغالب يعني تأخذ دهور، لأنه تبدأ تتأكل المعدة من الداخل يعني. صحيح. هذا إذا حصل شفاء، لأنه نعم. مع الأكلات الحين اللي تعطى للخيل أكلات حارة، أكلات حارة صحيح، يعني بالفعل. حمضيات عالية صحيح. كربوهيدرات عالية دهون بالفعل. فهذه تسبب إشكاليات أكثر من الفائدة في مثل هذا الوقت. نعم، أيضا هو تحدث عن الجلوكوز في هذا الجانب. الجلوكوز ترى هو عبارة عن سكريات يعني عبارة عن سكريات، هذه تعطى يعني تعطى للمواليد، تعطى للخيل اللي في التمرين، الخيل اللي في السباق. نعم. على حسب يعني على حسب رغبة المدرب. نعم. أنا مثل ما قلت لك في البداية، هي تراها فلسفة يعني، موضوع تغذية الخيل هذه فلسفة أكثر من أنه علم. المدرب يريد يوصل بالخيل هذه إلى نتيجة معينة باستخدام وسائل ربما يعني مختلفة. دائما احنا نقول يعني نلقى الأشياء السليمة. نعم. هي نعم. أيضا أخوي حمود، سؤال الأخ فهد الرجيبي يقول يعني البروتينات هل لها تأثير في الحافر وأنها أكثر حساسية؟ طبعا هناك تغذية خاصة بالنسبة للحافر، يجب أنها تكون موجودة في كل غذاء. أنا أنصح دائما أنه المدرب يتأكد من كمية البيوتين، من كمية البيوتين، الفيتامين إي، السيلينيوم، هذه أشياء مهمة بالنسبة للحافر. فبالضرورة البيوتين يكون موجود. إذا كان البيوتين ما موجود، ففي الحين منتجات تجارية كثيرة يعني تعطى فيها بيوتين زيادة يعني. نعم. أيضا هو يتحدث أو يسأل عن الأمهار لنمو ومستمر، يعني تنصح بحليب كامل الدسم أو أقل يعني في الجانب؟ والله هو شوف، بالنسبة للحليب أصلا في أنواع موجودة اللي هو يعتبر يعني الربليسر، اللي هو الحليب اللي أصلا حليب الأمهات، حليب يعني مش مصنع. نحن دائما هذا نشجعه أكثر. نعم. هذا صلاحيته في الغالب يكون 3 أشهر إلى 4 أشهر. نعم. إذن أيضا ما يجب تجنبه في تغذية الخيل؟ والله ما يجب تجنبه في تغذية الخيل إنك تعطي كمية كبيرة في نفس الوقت، هذه نعم. هذه خطأ. نعم. الشيء الآخر طبعا لا تعطي كميات كربوهيدرات كثيرة. نعم. الماء لابد إنه يكون موجود، يعني يجب تجنب إنه الخيل تترك بدون ماء فترات طويلة. أنا ما أنصح إنه الخيل تعلف في الأرض، يعني إنه الخيل تأكل أكلها من الأرض، لأنه تأخذ معها رمل، ومثل ما تكلمنا سابقا إنه يسبب إشكاليات. نعم. طبعا الخيل تترجى من وراها فائدة، لا تأكلها بشكل جماعي 5 خيول مع بعض. نعم. لأن كل واحدة تأخذ أكل الثانية. نعم. إذا يعني أسئلة جميلة ورائعة ومحاور بالتأكيد أخوي حمود جميلة ورائعة، لكن أيضا الوقت ربما يدركنا في هذا الجانب. مستمعين الكرام، يعني استماعكم لنا كان له يعني بالغ الأثر في إثراء الحلقة، وأيضا نشكر كل المتصلين والمتواصلين معنا في هذا الجانب، وأيضا ربما الكثير أيضا من الرسائل حضرت إلى البرنامج ويمكن صعب نقرأها، لكن نقرأ آخر رسالة عند الأخ أحمد العاصم يقول: مساء الخير عازف في برنامج صهيل أبو ناصر، مشكور على كل الجهود التي بذلتموها لإبراز الفروسية وعالمة في المجتمع المحلي والخارجي، وتحية لضيفك وضيف البرنامج والمخرج المتألق الأستاذ محمد الشملي من أحمد العاصمي. إذن مستمعين الكرام، نصل بكم إلى ختام الحلقة، وأيضا نشكر لكم المتابعة، ونشكر باسمكم جميعا ضيف حلقتنا حمود بن علي الناصري أخصائي تغذية خيول، وحلقة اليوم حول مبادئ تغذية الخيول. هذه تحياتي فريق العمل في الإعداد والتقديم حمود بن سالم أريامي، وفي التغذية الخارجية أحمد بن محمد البلوشي، وفي التنسيق والمتابعة سلمان التمامي، ومصممة الرمزيات ماريا الجساسية، ومن مخرج محمد الشملي كل التحية. نلتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع